أنا أحبك قد كبر هذا الوطن الغالي أو قد هذه النجمة، هذا حكي جرايد زين يفرط هنا. فشوفين هنا دور المخرج والمخرج المنفذ في صقل الممثل، بيخلوا يراقبوه، مو زين يعيد، مو زين يعيد. في بعض الأحيان المنتج يريد وقت، يعني يريد ورق السريع. أنا اشتغلت ويا مخرجين 60-65 مشهد باليوم، ماكو شيء. بينما ويا إبراهيم فخر في انتقام روح 12 مشهد باليوم نشتغل حتى نطلع شغل جيد. المنتج لا يقول لك هذول يريدون فلوس، ما في لهم. يقول لك لا، انا اريدك 65 مشهد زين. هذا الممثل شلون راح يحفظ 65 مشهد؟ شلون راح يتهيئ لل 65 مشهد؟ لذلك يطلع الاداء ركيك، نقلات بين مشهد ومشهد وانفعالات مختلفه، راح يطلع الاداء ركيك 100%. لانه انت مطالب هذا الممثل 65 مشهد، خلينا نقول 50 مشهد، لاني مصور 65 مشهد بيوم واحد، بيوم واحد 65 مشهد انا مصور زين. انت هذا الممثل مطالبه انه يؤدي يحفظ زين، يجي بنفس الوقت، وانت طالبه انه تسوي زخم عليه قوي بحيث ما يقدر يطلع موهبته. فيضطر شو يسوي؟ يضطر هيك يحكي، بس يريد يطلع الحوار، بس يريد يشمره خلاص. اعتقد هذا سبب من الاسباب ايضا.